مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. قال موسى النبي قديما: أفنينا سنينك قصة. معك في الاستوديو المرنم الحل منير حبيب. دي قصة حياتي ضامنها في ايدي، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في ايدي، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوه اللي فيه. حاسسها في اماني، اماني سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوه اللي فيه، الحلوه اللي فيه. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا، سواء بيتصلوا بينا بالتليفون او يرسلوا لينا رسائل SMS التليفونيه مسجز، او بيرسلوا لينا خطابات، او بيزوروا موقعنا. بالمناسبه وراء هذا العمل خلف الستار ناس بيقوموا بعمل عظيم. يعني في المونتاج بشوف اخونا ريمون وهبه ميلاد بيقعد بالساعات، حتى هو متجوز مع عيال. انا بقول له انت راهب في المونتاج وبيخدم الرب من خلف الستار. والمنتج الحلو هاني وهيب حنين وغيره من الناس اللي ممكن يردوا عليك على التليفون عن طريق السكاي بي. قصتنا النهارده قصه رائعه لانها من الكتاب المقدس بعنوان استفانوس. قصه بتاثر فيا لان ليها معاني عظيمه. انا عارف ان وقت البرنامج قليل، لكن يا ريت تطلع كتابك المقدس معايا. وان ما كانش معاك كتاب مقدس بالمناسبه، ارسل لي، سأرسل لك كتاب مقدس هدية مجانية. سأقرأ من سفر أعمال الرسل وصح 6. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أصح 6 وعدد 2: فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقال: لا يرضى أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فانتخبوا أيها الإخوة 7 رجال منكم مشهود لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الخدمة، خدمة الموائد. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس. عدد 8: وأما استفانوس فإذ كان مملوءا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. عدد 15: بعد ما بدأ يوعظ فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. صح 7 وعدد 54، ركز معايا: فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم بعد الوعظة وصروا على أسنانهم عليه. وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله قبل ما يرقد، فقال: ها ننظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان جالسا قائما عن يمين الله. قام مخصوص استقباله، فصاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، أما فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. شوف المعجزة. ثم جسى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد. قصتنا النهاردة قصة من الكتاب، هوجزها ليك في بساطة. لما في بداية الكنيسة العدد زاد، كان في يهود من الأصل من الأرض اليهودية وقتها، ويهود جايين من اليونانيين، دول قبلوا المسيح ودول قبلوا المسيح، وبدأت تتكون الكنيسة. حصل خلاف ما بين اليهود دول واليهود دول بخصوص الأكل، دول قالوا ما بيهتموش بينا. فالتلاميذ الاثناشر الرسل قال: مش ممكن احنا بقى نشتغل في الأكل ونسيب خدمة الرب والصلاة، نختار 7. وقع اختيارهم على استفانوس وستة تاني معاه، وهو قبل وكان بيعمل معجزات. في يوم من الأيام الناس بدأوا يضطهدوه وبدأوا عايزين يقتلوه. بصوا على وشه لقي وشه زي وش ملاك، بجد بجد ربنا ادى طاقه زي الشمس كده، كلهم حسوا ان وشه زي وش ملاك. بس هم اتضايقوا من الوعظه بتاعته، مسكوا الحجاره
طبعا اللي راح الأراضي المقدسة يشوف مكان الرجل خارج المدينة، بيعملوا حفرة كده وحطوا الصفانوس لغاية هنا بيدفنوه، وكل واحد يرمي. أول واحد رمى عليه شاول الترسوسي اللي بقى الرسول بولس، وبدأوا يرجموا القديس صفانوس. بس تعرفوا هو قال ايه؟ وقال حاجة حقيقية، شاف المسيح وشاف مجد الله هو بيموت، مش شاف النار حاشا، ولا كان خايف. قالها أنا أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان يسوع المسيح قائم. وبعدين قدر يركع. طب ازاي يطلع من الحفرة دي؟ معجزة. وما رضيش يصلي وهو واقف، حب يركع، ركع وقال يا رب يسوع اقبل روحي. وبعدين افتكر انه لازم يغفر لهم وقال يا رب لا تقم لهم هذه خطية، ثم رقد. بعد كده هكمل لك، بعد الترنيمة هكمل لك قصة فانوس الجميلة. ابقى معي بعد هذه الترنيمة الرائعة، وسأستكمل معك قصة هذه الحلقة استفانوس. وسط التعب والأخطار لبنى تبقى فرحانة، ما بنزعل لو مهما صار عنا أقوى ضمانة. وسط التعب والأخطار لبنى تبقى فرحانة، ما بنزعل لو مهما صار عنا أقوى ضمانة. وسط التعب والأخطار لبنى تبقى فرحانة، لما بتجينا الصعاب بتجي لأبا الآب، هو بيعطينا الجواب بيفرجينا العالم. وسط التعب والأخطار لبنى تبقى فرحانة، وسط التعب والأخطار لبنى تبقى فرحانة، نزعل لو مهما صار عنا أقوى ضماني. وسط التعب والأخطار لبنى تبقى فرحاني، لما بيتركنا الأصحاب يتخلى عنا الأحباب، في إلى رب الأرباب هو مثال الأمانة. وسط الحزن والدموع بيجي من أعلى الربوع، حبيبي الاسم يسوع بطبعته إنساني. وسط التعب والأخطار لبنى تبقى فرحانة. كلام عجيب من منير حبيب. ايه الكلام العجيب؟ بيقول وسط التعب والاخطار قلوبنا تبقى فرحانه. بس ده بيعبر عن قصتنا النهارده. القصه بتتكلم عن القديس استفانوس، اول شهيد في المسيحيه. وعايز اشاركك في عجاله بثلاث افكار سريعه، وارجوك اقرا مره تاني سفر اعمال الرسل اصحاح 6 واصحاح 7، واكتب لي تعليقاتك على موقع الانترنت او بالبريد. اول فكره عن اسم اول شهيد استفانوس. استفانوس معنى اسمه اكليل، وده اسم على مسمى، فهو فعلا اكليل جميل استفانوس، وحصل على الاكاليل، يمكن الاكاليل كلها، في اكاليل كتيره. كل المسيحيين الحقيقيين هيوصلوا السماء على اساس كفاره المسيح، على اساس بدليه المسيح، بس كل واحد بيخدم اكتر بياخد اكليل. مثلا في اكليل اسمه اكليل البر اللي بيجاهدوا، في اكليل اسمه اكليل المجد للرعاه، في اكليل السرور ده للخدام اللي بيربحوا نفوس، في اكليل اسمه الذي لا يفنى اللي بيحفظ كلمه الله، في اكليل اسمه اكليل الحياه. حصل على القديس استفانوس للشهداء. كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه. يبقى اسم أول شهيد إكليل، اسم على مسمى. تاني حاجة خدمة الرب المجيد.
أنا نفسي طبعا ما فيش وقت في البرنامج قرب يخلص، بس أرجوك لو عملت كده ليك مكافأة فعلا، طلع لي 10 نقاط رائعة تمثلت في القديس صفانوس، هي زي ما تقول شروط أو صفات الخادم الحقيقي. همر لك على بعض منها. مثلا كان مملوء حكمة، كان مملوء قوة، كان ممتلئ بالروح القدس، أمانه كان متضع. يعني القديس صفانوس عمل معجزات، أول من عمل معجزات بعد الرسل، بس لما قالوا له تعالى شارك في الموائد ما قالش أنا أطبخ بدنجان، أنا هعمل فول وسلطة وتبولي، لا ده أنا بقى، لا بالعكس، very humble to the earth، humble للأرض. ودي أهم صفة في الخادم الحقيقي، إنه كمان شجاع. أذكر لي 10 صفات وارسلهم لي وبجد ليك مكافأة. لكن النقطة الثالثة والأخيرة، يبقى اتكلمنا عن اسم أول شهيد، ثم خدمة الرب المجيد والصفات العشرة اللي هتبعتها لي واللي قلت لك بعض منها، وأخيرا الظلم والمجد العتيد. ظلم القديس صفانوس بس الرب كان معاه في ظروف الصعبة. يمكن أسمع مشاهد يقول بس أنا خاف، لو هيضطهدوني ويقتلوني لأجل المسيح هخاف. صح، وأنا كمان هخاف، بس خلي بالك إن في الوقت ده قال المسيح ما تخافوش، أنا أكون معاكم وهديكم كلام. بتقولوا إيه؟ جدودنا كانوا بياخدوهم وهم بيرنموا علشان في الزيت يدغلوا القديسين الأوائل في الكنيسة، يتشووا وهم بيشووا بيرنموا، كان زي القديس صفانوس، رأوا وجهه كأنه وجه ملاك. يعني بعض الناس قالت إنه فعلا حصلت معجزة، وشه نور في كل المجمع، وناس تاني قالوا كان وشه زي ملاك يعني مليان فرح. بس خلي بالك والقديس صفانوس بيموت ما كانش خايف. ليه؟ لأن الصديق واثق عند موته. سيبني شوية من قديس صفانوس، مع أني مش عايز أسيبه، وأسألك أنت وأنت، هل عندك سلام تجاه الأبدية؟ بعد عمران طويل وأنت بتقابل ربنا هل عندك سلام؟ هتقولي ممكن؟ أيوة. قديس صفانوس عند موته قال أنا شايف السماء مفتوحة، وأنا شايف في المجد بتاع ربنا. قبل ما، على فكرة بالمناسبة، مرة تانية أحكي لك عن الخطاة الأشرار، حتى لو مسيحيين بس مسيحيين بالاسم، عند نهاية حياتهم بيشوفوا الشياطين والجحيم. تقول لي أنت بتخوفني؟ لا، ده الكتاب قال كده والحياة بتقول كده. عكس القديس صفانوس، هو بيموت شاف السماء مفتوحة، وشاف المسيح بيرحب بيه، واقف يرحب بيه، وعلشان كده خد قوة جبارة طلعه من البرميل بتاع الرمل وجسى على ركبتيه، ثم غفر حتى لأعدائه. يا رب لا تقم لهم خطية. هل عندك سلام تجاه الأبدية؟ قديس صفانوس بدا حياته مع المسيح وامتلأ بالروح القدس، هل تبدا الان حياتك مع المسيح؟ قول له يا رب خليني زي القديس صفانوس، يا رب استلم حياتي في هذه اللحظه، حتى رغم الظروف الصعبه اللي انا فيها اشكرك وسط التعب والاخطار، قلوبنا تبقى فرحانه الى حلقه قادمه من برنامجك حياتك في القصه. في اكليل اسمه اكليل البر اللي بيجهد، في اكليل اسمه اكليل المجد للرعاه، في إكليل السرور ده للخدام اللي بيربحوا نفوس، في إكليل اسمه الذي لا يفنى اللي بيحفظ كلمة الله، في إكليل اسمه إكليل الحياة حصل على القديس للشهداء، أو يضطهدوني ويقتلوني لأجل المسيح أخاف. صح، وأنا كمان أخاف، بس خلي بالك إن في الوقت ده قال المسيح ما تخافوش أنا أكون معاكم وسط التعب والأخطار.